قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المثل هو بيان للحالة بأشباهها حتى تتوضح. من أمثلة القرآن في تحرير الإنسان من العبودية، يقول الله تبارك وتعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ذكرت قبل العنوان أن المثل المقصود به ذكر شبه الحالة ونظائرها حتى تتوضح، وأحيانا بضدها تتوضح الأشياء. فالمثل يشمل أمورا تذكر بحالات متعددة تشبه الحالة التي يراد توصيفها حتى يستوعبها الإنسان بشكل كامل صحيح. فربنا تبارك وتعالى يضرب للناس الأمثال في هذا القرآن، وقد قال في هذه الآية: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. من كل مثل أي من كل أنواع الأمثلة، صغيرا أو كبيرا، حتى أن الله تبارك وتعالى يذكرهم ببيت العنكبوت: إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. وهكذا من ينتفش ويظن أنه كل شيء وينسى قدرة الله، فكل تصميماته وتخطيطاته لا تساوي ما تساويه العنكبوت، حيث نسمة هواء تشيله تزيله. ولذلك ريح صرصر عاتية من عند الله تبارك وتعالى أزالت قرى أقوام واقتلعت بيوتهم وكأنهم أعجاز نخل خاوية. فالله تبارك وتعالى نوع بالأمثلة للناس حتى يتفتح عقل الإنسان، وحتى لا تبقى حجة لمشرك أنه غفل عن طاعة الله وأشرك معه طاعة غيره. فيبين الله تبارك وتعالى في هذه الآيات أنه ضرب مثلا: ولقد ضربنا لهؤلاء المشركين مع الله طاعة وعبادة غيره، ضربنا لهم من كل مثل في هذا القرآن حتى نبين كل حالة بأشباهها ونظائرها، فينزجرون عما هم مقيمون عليه من طاعة غير الله، ويفهمون الأمور بشكل علمي واضح مبسط. يقول الله تبارك وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كان أحد التابعين يقول: إذا لم أفهم المثل أخشى أن أكون ممن لا يعلم. فالذي حجب عقله لا يستفيد من المثل. والقرآن يبين بوضوح كل شيء، ولهذا جاءت الآية التالية يقول الله تبارك وتعالى فيها: قرآنا غير عربيا، ما جاء بلغة ثانية حتى يعني يظن الإنسان أنه والله ما أفهم هذه اللغة. قرآنا عربيا غير ذي عوج، يعني مستقيم ما في انحرافات ولف ودوران،
تلاحظون أيها الإخوة في كل مكان أن الدجالون الذين يتحكمون في الناس أشار القرآن بقوله يبغونها عوجا، يعني يلفوا ويدوروا على الأمور حتى يشوشوا على الناس ويسحروهم ويغيروا مسارهم من الحق إلى الباطل. أما هذا القرآن فلا يوجد فيه عوجاج، ويطلق عليه الصراط المستقيم، أي الطريق القويم المستقيم الذي يوصلك إلى هدفك بأقرب الطرق. غير ذي عوج لعلهم يتقون، لا يوجد في القرآن انحراف، لعل الناس يفهمون هذا الوضوح وهذه البراهين فلا ينحرفون ويتقون الله تبارك وتعالى ويتقون عذابه باجتناب نواهيه وتنفيذ أوامره والتحرر عن العبودية لغيره. هنا يأتي المثل، والمثل هنا عظيم جدا. عرفت البشرية العبودية، الإنسان عندما يؤخذ في الحرب، عندما تغير قبيلة على قبيلة أو دولة على دولة تأخذ الأسرى، إما أن تقتلهم وإما أن تقتلهم معنويا بأن تستعبدهم، تجعلهم أن تضرب عليهم الرق فيكونوا عبيدا فتبيعهم كما يباع الحيوانات. فالذي يشتري العبد يستخدمه في قضاء حوائجه وفي خدمته وفي مصالحه، يعني مثل ما بيستخدم الواحد الدابة. في فارق كبير بين من يكون سلما لرجل، يعني عبد لشخص واحد يعرف أن هذا الشخص كيف يرضيه، ماذا يطلب، ماذا يفعل، يعني يحتاج فيؤدي حاجاته ويرتاح ويكون متجاوبا معه. أما إذا كان هذا العبد يمتلكه شركاء متشاكسون، شركاء متشاكسون أي متنازعون مختلفون، كل واحد له رأي وكل واحد له مصلحة، فهذا يريد من عبده أن يفعل كذا والآخر يريد أن يفعل كذا، فلا يستطيع أبدا أن يرضي هؤلاء الشركاء المتشاكسون. وهنا يقول ربنا تبارك وتعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، يعني يملكه ملاك متعددون مختلفون في الطباع متشاكسون، كل يريد أن يتنازع مع الآخر من أجل هذا العبد ليستخدمه في مصالحه الخاصة، والآخر يريد أن يستأثر به، ولا يدري هذا العبد من يرضي، إن أرضى هذا يغضب ذاك وإن أرضى ذاك يغضب ذاك. ورجلا سلما لرجل، رجلا سلما لرجل، يعني عبد يمتلكه إنسان واحد. هل يستويان مثلا؟ هل يستوي هذا العبد الذي له سيد واحد، إنسان فيه إنسانية فيه فطرة يستطيع أن يرضيه، يستطيع أن يؤمن حاجياته ويخدمه ويأخذ رضاه فيرضى ويرتاح، هل هذا مثل من له عدة أسياد كل يتنازع هذا العبد لمصالحه ويستأسر بخدماته؟ هل يستوي هذان؟ لا طبعا. أيضا لا يستوي من يعبد إلها واحدا هو الله خالق الكائنات ومن يعبد مجموعة من البشر. الذي يعبد البشر عندما يتغير الإله، راح فرعون جاء فرعون تاني، كيف يطيع التاني؟ هناك أحيانا يتنازع أشخاص متعددون، يكون واحد في وظيفة وهذا متسلط في الوظيفة، وظيفة يعني فيها استعباد، وهذا متسلط، هذا يريده أن يفعل كذا وهذا يريد أن يفعل كذا، فيحتار، إن أرضى هذا يغضب عليه الآخر وإن أرضى الآخر يغضب عليه هذا، فماذا يفعل؟ تجده دائما متشنج وخائف من غضبهم، وربما يغضب الجميع عليه ولا يستطيع إرضاءهم. بينما عندما يكون العبد الإنسان الذي هو في حقيقته عبد لله، عبد لله شاء أو أبى، في عبودية اضطرارية وليست اختيارية، وهي أن الله خالق الإنسان، يخلقه ذكرا يخلقه أنثى، يخلقه طويل يخلقه قصير، يمرضه يشفيه يميته يحييه، الإنسان عبد خاضع لا يستطيع أن يقول لملك الموت ما أبدأ أروح الآن اذهب، لا، هو خاضع لله في كل أحيانه. وهناك عبودية اختيارية، هذه التي يضرب لها الأمثال،
إما أن يستعمل الإنسان عقله فيختار العبودية لله الواحد الأحد ويتحرر من عبودية العبيد فيعيش سعيدا، يعرف كيف يرضي الله. الله لا يطلب منه إلا ما يحقق مصالحه ومصالح مجتمعه. أما العبيد لما يتحكمون يريدون مصالحهم هم، وإن قالوا باسم الشعب الفلاني ومن أجل الشعب الفلاني ومن أجل المصلحة العامة ومن أجل الأمن الجماعي العام من أجل الأمن الدولي كذابين كلهم، كل واحد يريد مصالحه. ولذلك الإنسان لا يكون حرا إلا إذا تحرر من كل هذه العبوديات وكان خاضعا لله خالق الكائنات. ولذلك بعد أن ضرب الله هذا المثل الواضح، ورجل ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، يعني هو عبد لمجموعة من الشركاء المشتركين على استعباده يقوم بخدمتهم ويتشاكسون، ورجلا سلما لرجل، سالم لشخص واحد يعرف كيف يرضيه، ما هو مزاجه، ما هي طباعه، هل يستويان مثلا؟ المثل واضح. ولذلك ختم الله الآية بقوله الحمد لله، أي الحمد لله كما قال ابن عباس، الحمد لله على وضوح هذا المثل وبيانه. الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون، أي أكثر المشركين لا يعلمون الحق فيتبعونه، إنما أضاعهم الشيطان عن طريق الحق فاتبعوا شياطين الإنس والجن ظنا منهم أنهم يحققون لذائذهم وسعادتهم، فلا حققوا سعادة في الدنيا وسيكون مصيرهم في الآخرة جهنم خالدين فيها أبدا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.